الكرد شو يريدون؟ الديمقراطي حصرا، مثل ما فرض إرادته في كثير من المواضع. طبعا هو مشكلته وين؟ مشكلته يفرض الإرادات لخلق فجوات، للتغلغل من عندها، لإيجاد الخلافات، لاكتساب بعض المساحات. هذا عنوانه الرئيسي. شو يريد؟ يريد يدز موازنة الإقليم بدون تعديل، بدون النواب هنا الموجودين لا أسمع لا أرى لا أتكلم، أرفع إيدك إذا قال كبيرهم إجماع قال البقية معا، والأمثال تضرب ولا تقاس. الديمقراطية تقول كالتالي: عرضت التعديلات وصوت 22-2، وهاي الديمقراطية. أنت هسك مؤامرة، شوفي كل المقترحات اللي تقدم بيها. أصل التعديلات مو قانونية. اسمع هسه راح أثبت لك إياها قانونية. بس أنا سمعت منك وراح أثبت لك إياها قانونية. أنت بكيفك تفسر وتأخذ بعض الكلمات وتحط بعض الكلمات. القضية الأخرى وين؟ القضية الجماعة شو يريدون؟ الجماعة يريدون هذا الموضوع لما أدزه إليك أنت ما تعترض. كل المقترحات اللي تقدم بها وزير الخارجية بالاجتماع رفضت. قال له صوتت، هاي صوت. انت من حقك، لك حقين. الحق الاول بعد التصويت تذهب للمحكمة الاتحادية وتطعن. اثنين، من حقك انتم نواب موجودين تقدمون مقترح يضاف المقترح ويطرح للتصويت. ايش راد من عندهم؟ راد ضمان التصويت على المقترح. كان ما نضمن نواب، ما نضمن. والدليل قالهم تتذكرون قضية الانتخاب مرتين ياخذ برهم 99، إذا على الائتلافات اللي موجودة برهم ما ياخذ حتى 10، شلون اخذ 99؟ إذن احنا ما ضامنين. وقالهم تتذكرون القضية السابقة اليوم اللي اجى برهم واجى فؤاد، الكل متفقين على فؤاد، سقط بالتصويت فؤاد. ومش قال انا ما ضامن، انا ما اقدر اضمن. انت تجيني تضمن؟ انت روح قدم مقترح، هاي الديمقراطية. الا تجيني كل ساعة تضمن.